زي حضرتك يا سيادة الرئيس. اهلا وسهلا حضرتك، ده شرف لينا جميعا ان حضرتك تبقى موجود معنا النهارده. اتفضلي حضرتك. انا نعم امام حي الاسمرات، مامة محمد محمد، في مبادرة الجيل الجديد، وانا قاعدة في حي الاسمرات، وده شرف لي ان انا اكون موجودة في حي الاسمرات. انا بشرف بيه في اي حتة ان انا من حي الاسمرات، والبركة في حضرتك. طب انا هقولك بس عشان قبل ما تكملي كلامك، والله العظيم انا بحلف ده شرف لينا ان احنا نقدر نجيب الناس وتقعد في الاسمرات وكده. انا بحلف بالله. ربنا يخليك لينا يا رب. يخليك. ربنا يخليك لك. حضرتك معايا ابني برضو في مبادرة الجيل الجديد، كنت حابة أتكلم عن اللي احنا حاسين بيه. حضرتك غيرت المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه، واحنا كمان اتغيرنا، وكمان المبادرة بتعيد تربية أولادنا. بجد يا ريس مفيش كلام يوفي حق حضرتك، فعلا ربنا ينصرك يا رب. شوف أنا هقولك على حاجة، انا كنت المفروض ان انا يعني ارحب بكم الاول واقول لكم كل سنه وانتم طيبين جميعا ورمضان كريم، وكمان اقول لاشقائنا المسيحيين واهلنا لان هم كمان صايمين زينا كده، فهم كل سنه وهم طيبين. صحيح، لكن عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. احنا زي ما قلت ليوسف كده، احنا كنا بنحلم بالموضوع دوت وربنا سبحانه وتعالى اراد، بس كل ما هتعملوا اكتر انتم بقى، انتم مع نفسكم مع أولادكم، هتخلوا الحلم اللي معنا أكبر من كده بكتير. لأن أولا إحنا كلنا أولاد مصر، وبالمناسبة يا أختي يا نعمة، أنا عايز أقولك على حاجة. فضل. محدش مننا ليه فضل عليكم، الفلوس دي فلوس مصر، يعني مش صحيح ده؟ ربنا يخليك ويخليك. انا بقول لكم عشان الكلام ده اللي كل الناس اللي بتسمعني دلوقتي، حضرتك والناس اللي موجوده هنا وحتى الناس اللي في بيوتها، احنا ما بنجيبش، حدش بيجيب حاجه من جيبه، بس كان هيبقى جميل قوي ان احنا نحس ان كل اللي بنعمله ده كمان انتوا مع بعضكم تحبوا بعض اكتر وتساعدوا بعض اكتر، عشان يعني مش عايز اقول ندفن كل اللي فات ونبص لقدام لاولادنا ولينا ونحسن. هو الدفن فعلا. يعني عايز اقول لك ايه، انتوا مع بعض واحنا معاكم، وصدقيني لما بتكلم مع المسؤولين بقول لهم عايزين نعمل برامج مخلصه. برامج ايه؟ مخلصة. يعني ايه؟ يعني نبقى مش يعني يبقى من قلبنا ان احنا بنجري ونغير ونساعد بعضنا، عشان انتوا اهلنا، عشان انتوا ايه؟ اهلنا. اهلي. انا اتشرف ان انتوا اهلي. يا ربي. عشان بس النقطة. شرف لينا. انت هتتكسفي تقولي ايوه اهلي. امال ايه؟ ما انا قلت لك انا راجل بسيط يعني زيكم كده. انا بتكلم بجد. البركة في حضرتك يا ريس. البركة في ربنا. هو ربنا اللي عنا على كده، والشكر دايما موصول لله ان هو اللي ساعدنا ووفقنا ان احنا نعمل ده، فنقول له متشكرين يا رب. الحمد لله. الحمد لله. المهم اكتر الحمد لله. الحمدك مش كلام، الحمد مسار، يعني طريق نمشي فيه. الطريق ده ان احنا نعظم كل حاجة موجودة معانا. لو حد فينا ما بيقراش ويكتب، وحد فينا بيقرا ويكتب، ما نستكترش على نفسنا ان احنا نعلمه. لو حد فينا ما بيشتغلش وحد فينا بيشتغل شغلانه كويسه، ما نستكترش ان احنا نعلمه. ما فيش حد بينا ضعيف، ما حدش منا يبقى فقير. صدقيني انا بقول الكلام ده لكل المصريين، مش لحضرتك ولا للناس بتوع الاسمرات ولا بشاير ولا اهالينا، لكل الناس. طول ما القلوب تبقى مع بعض لازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيساعد ان شاء الله، يساعد بافكار ويساعد بدعم ومساندة انا ما اعرفهاش، هو ربنا بقى اللي يعمل ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه. طيب. عايزه تقولي حاجه تانيه؟ ايوه عاوزه اقول. اتفضل. حضرتك كده مبرد الجيل الجديد
حضرتك البركة في حضرتك، هي فعلا غيرت أولادنا. يعني إحنا لقينا في تغيير فعلا، الأولاد اهتموا بالدراسة والرياضة، وكمان بقوا حريصين إن صورهم تبقى موجودة في في روحة الشرف اللي بتتعمل في نهاية كل فعالية للمبادرة. فعلا الأولاد اتغيرت، وبجد يا ريس يعني إحنا مش أنا مش لاقية كلام ما أقوله لحضرتك. حضرتك كمان يعني أنت الوحيد اللي افتكرتنا، فعلا أنت اللي خلتنا نحس إن إحنا زي باقي الناس. أنت الوحيد اللي افتكرتنا ونصفتنا، إحنا بظهرك ووراك. ربنا يبارك لك ويعينك ويقويك وينصرك ويخليك لينا يا رب. متشكر جدا، وربنا يقدرنا على كل حاجة جميلة. واللي اتعمل ما اتعملش بيا لوحدي، اللي اتعمل اتعمل بينا كلنا. في ورا كل حاجة بتتعمل في مصر ناس كتير، فمش أنا يعني، كل الناس المسؤولين الموجودين معانا هنا، واللي حتى اللي مش موجودين معانا ليهم دور في ده. وأنا يعني فرصة أن أقول لهم متشكرين وأكتر، متشكرين ونشتغل أكتر. أنا بس حاجة عند نقطة مهمة أنت قلتيها، أن قلت أن الولاد وكده، أنا عايز أقول لكم على حاجة. المفروض ولادنا دول، ولاد وبنات، ما يشوفوش فينا أبدا تعبير مش جميل. أنا بتكلم مش على حضرتك، حتى لما بنلاقي يعني عمل يعني في دراما ولا كده، المفروض إن إحنا ألفاظنا، إحنا بنتكلم وبنحسن من كلامنا وبنحسن من سلوكنا. وبالتالي عشان نعمل ده إحنا محتاجين كلنا نراقب نفسنا. الكلام اللي بيطلع من هنا يعني حسيب رقيب، حسيب رقيب، بيتحسب علينا ومتراقبين فيه. فاحنا يعني اصل النهارده يوم جميل بصراحه، والله العظيم بيك يا ريس وبيكوا كلكم. انا في وسطكم كده في نعمه كبيره. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. الله يخليك.